السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بهاء. هنبدأ نتعامل مع بعض الويب 3، نشوفها إيه الدول اللي فيها تانية، إيه أنواع المتغيرات اللي فيها، إيه أنواع الدوال، ونبدأ نتعامل بقى ونجيب الـ API. طبعا أخيرا الكونتراكت هو اتعمل، هناخد الكم بتاعه، هناخد الأدرس بتاعه، ونروح من فاكتوري ونحط الإيه، نحطه هنا فين ماي أهو، ماشي تمام. وخلونا بقى، بما اننا قبل ما نبدا برضو احنا هنتعامل ونجيب الاي بي اي، يعني هنجيز اي بي اي، اي بي اي اللي هي دي او دي ايا كان، لو خدنا بالنا دي او دي جواها اللي هي الحاجات بتاعت الحاجات الطبيعيه، او احنا هنجيب اي بي اي نيم دي الجيسون ده ونقراه اي حاجه. هي هتبقى نفس الاليه، هتشوفها مع بعض دلوقتي عن طريق الروت باندل عموما. بس قبل ما نبدا اصلا احنا خلونا ناخد بالنا نشوف احنا اصلا حاطين الملف ده مع الاسيتس ولا لا، لان في ملاحظه حابب اقولها. لما بلاش ان احنا مثلا حاجه زي دي اصلا المفروض تابعه لسوليديتي، ده وجهه نظري، ممكن صح ممكن تكون غلط، تابعه لتروفل، فما احطهاش جوه الاسيتس. الاسيتس بتاعت فلاتر فيها صورها فيها ملفاتها، انما هنا انا بما ان هي حاجه بره احطها بره، فسي ار سي اعمل ملف مثلا اسميه تروفل اسيتس، اي حاجه ايا كان، المهم نتاكد ان الحاجه دي موجوده في الباب سبيك بوتيمل. مش موجوده فنقول له هو هيساوي اسيتس سي ار سي، صح، سي ار سي سلاش اي بي اي از سلاش، ونقول له باب جيت، ماشي. اي حاجه جواها هتبقى بقى معانا، تمام. خلونا نروح بقى لأول حاجة، احنا دي المفروض تبقى دالة أصلا، يعني هتبقى دالة عادية خالص، تبقى برضه دالة اسمها get API، ودي دالة تمام، وطبعا أكيد هتبقى future، وبالتالي هتبقى async، ودي void مش هتجيب لنا حاجة، وهتبقى async عشان الحاجات اللي جواها كلها await، ماشي. وخلينا نروح انادي الاي بي اي ديت في الايه، في الداله اللي بتعمل لنا انيشال اويت، جميل كده لغايه دلوقتي. طيب خلونا بقى نروح نبص على، طبعا الويب 3 دارت دي، الويب 3 دارت لو خدنا بالنا منها، خلونا نروح، خلينا يعني هناك مش مبين دول كتير يعني عموما في الدوكيومنتيشن. احنا هنستخدم، احنا استخدمنا المره اللي فاتت، استخدمنا منها الكريدنشال، وعرفنا هي ايه، وعرفنا الايثيريوم ادرس، ده الادرس اللي انت بتدي له ده وتعرف تجيب منه مجموعه دوال. هنستخدم برضو حاجه اسمها الكونتراكت فانكشن، ده لما يبقى عندك داله بتنادي، يعني بيبقى هي فانكشن هناك، الفانكشن اللي احنا بنعملها، اللي بنعملها مثلا في التوكن نبيع نشتري اسمها فانكشن. وعندك برضو حاجه تانية اسمها الديبلوي كونتراكت، ده نوع اللي هو بقى الكونتراكت اللي انت عملت له ديبلوي عموما، يعني ده اما نيجي نتعامل اكيد هنقول له ان احنا عايزين الكونتراكت اللي الادرس بتاعه كذا، فلازم يعرف ان ده كونتراكت. ولو جيت تبص على الكونتراكت اللي احنا خدناه هتلاقي بص تو كذا، في هنا قيمه هتلاقي حاجه اسمها ايه، كونتراكت كريشن، يعني لان اي حاجه اصلا بتنشا في الاصل هنا بتبقى كونتراكت، تمام. فخلونا نبدا نعمل ايه، الجيت اي بي اي، ونتعرف مع بعض على الدوال، لو الحاجات الجديده بقى ازاي نوصل اصلا للملف ده، دي حاجه بفلاتر عموما يعني. فبنستعمل بيها عن طريق حاجه اسمها الروت باندل، تمام. فاحنا نعمل سترينج هنسميه مثلا اي بي اي فايل، وده هيساوي اوت طبعا، لان دي حاجه برضو هتنتظر، روت باندل دوت لود سترينج، لود سترينج، وهنا بتديها المسار بقى. احنا عايزينه يروح ل سي ار سي سلاش اي بي ايز، صح، سلاش نيم، احنا مسمينه ايه، احنا عايزين اي بي اي نيم عشان هو الصغير وخلاص، اي بي اي نيم دوت جيسون، طبعا الكلام هنا لازم يبقى مظبوط، ماشي. طيب خلونا نعمل برنت، نعمل برنت للاي بي اي فايل، ايه ده برنت، ماشي. طبعا لو جينا الرن، ماشي تمام، رن تاني
اي باي فايل لود سي ار سي اي بي ايز اي بي اي نيم دوت جيسون اي بي اي نيم اي بي ايز اي بي ايز تمام سي ار سي ماشي. لا لازم صح، لازم نوقف ونرن لان ده فايل هيجيبه، فما ينفعش يرن هو اصلا فاتح، لان ده فايل موجود فهيدخل يتعامل مع ال تمام. بعد كده طبعا لو خدنا بالنا ان احنا اللي جاي لك ده هيبقى زي از سترينج، فانت لازم تحوله الاول لجيسون ديكودر ماشي، وبعد كده هنعمل له انكودر تاني، انكود للحاجه عشان يتحول بقى از اي بي اي يعرف الكونتراكت ادرس اللي هو من نوع يعني ده ادرس بقى بتاع ايه، ادرس عادي ايثيريوم ادرس، هنشوفه ده نوع برضو جديد. كده فيه ايه الغلط؟ هو مش عارف روت باندل، خلينا كده نبص على حاجه ما عملناش بقى حاجه وبعدين هنحتاجها دلوقتي. يبقى اي فايل اويت روت، ودي اويت روت باندل لود سترينج، وقلت له سي ار سي اي بي ايز، خلينا نبص نتاكد ان احنا بابز بيج دوت يامل سي ار سي سلاش اي بي ايز سلاش هياخد كل اللي جواه باب جيت تمام. نرن تاني ونشوف سي ار سي، اتاكد بس ماشي. المفروض بقى احنا دلوقتي على ما يرن المفروض الداتا اللي جايه لنا ديت هنبدا بقى ايه، هنبدا نعمل لها زي ما بقول لكم ديكود وانكود عشان خاطر نحولها لفورمات نعرف نتعامل معاه از جيسون فايل يعني. اي بي اي نيم، مشكله الحاجات دي الغلطه فيها هتنيمنا معاك جنبك طول النهار ولا ايه؟ fail to install main solidity dart build output flutter app dot apk. سوري همسح البيلد ده، هذه مشكلة حاجات الفايلات واللوكال. رن تاني ونشوف على ما يرن. طبعا طبعا انا اهوت الاي بي اي والادرس حاجتنا. طبعا هي كانت المشكله كلها في ان البيلد القديم كان عامل مشاكل مع البيلد الجديد، فمسحت البيلد فاشتغل تمام ماشي. طيب نعمل بقى الانكود والديكود اللي احنا عايزينه، فهنعمل فار فار مثلا ده المفروض احنا هنعمل الاول، خلينا نسميه جيسون اي بي اي ماشي، والجيسون اي بي اي ده احنا هنعمل الاول ديكود وبعد كده نديله ايه، نعمل اي بي اي توكن جيسون اللي هي جيسون ديكود ونديها الاي بي اي فايل ماشي. المفروض يبقى كده ايه فورماتد زي ما بيقولوا كده ماشي. تمام. بعد كده بقى المفروض احنا هنحتاج الاي بي اي دي اصلا لما نطلعها ان احنا نستخدمها، فالمفروض نعمل متغير برضو من المتغيرات هنا نعمله سترينج عادي ماشي، نعمله اللي هو للعموم يعني زي ما بيقول اللي هو عشان نستخدم فيه الحاجة دي بعد ما نعمل لها ايه ديكود. جميل جميل. فنعمله ماشي، خليه هنا string خلي local اي بي اي يكون مثلا، وده هنخليه يساوي مثلا ريف حاجه فاضيه عشان ايه ما يقعدش يقول لك ان هو معترض او هقول له ليت عادي يعني ماشي. فانا المفروض هنا هقول له ان الاي بي اي كود ده هيساوي هنا بقى احنا المفروض هنعمل له انكودر جيسون in code وهقول له الجيسون اي بي اي ماشي. كده المفروض بقى معانا الاي بي اي، خلينا نطبعه بقى كده كده المفروض كده، مش عارف هيروح يجيبه ترى ولا لازم نستر، مش عايز راستر
ماشي تمام. احنا كده الحركه اللي احنا عملناها ديت بسيطه، الداتا اهي وبقت جايه جيسون ويقدر نقراها زي الفل زي ما انت شايف كده. ماشي طيب جميل. دلوقتي يا سيدي احنا لازم نعمل ايه بقى؟ احنا عايزين نكونكت على الادرس اللي هو زي ما بيقولوا كده، نجيب الادرس بتاع الادرس اللي احنا عملناه ده نكونكت عليه. ماشي ده الكونتراكت ادرس اهو اللي احنا جبناه من هناك. طبعا عشان نعمل حاجه زي دي بنحتاج حاجه برضو من نوع السيريال ادرس زي دي كده، وانا هقول له ممكن ليت سيريال برضو ادرس، وده نسميه الكونتراكت ادرس. كونتراكت ادرس كده هو ايه ده بنخترع. ماشي وهنيجي تحت بقى هنا نقول له ايه، نقول له بعد ما طبعنا ده هنقول له الكونتراكت ادرس ده هيساوي ايثيريوم ادرس. ايثيريوم ادرس ده، وهو هنا بيطلب منك ان انت تديله، بس انا مش هديه له كده، انا هقول له ايه دوت فور هيكس، لان اللي جاي فوق ده هيكس نوع هيكس ديسيمال يعني، واقول له الكونتراكت ادرس اللي هو اللي انا مديله فوق ده. ماشي بصوا خلونا نغير الكونتراكت ادرس ده عشان ما نتغير ما نتروش، نعمل له ريفاكتور نيم ونخليه ده روبوستن كونتراكت ادرس. طبعا لما اعمل ريفاكتور كده عشان الناس تبقى عارفه بتغير في الكل، مش هحتاج اقعد اغيره في كذا حته. ماشي انا كده زي ما بيقولوا معايا حطيت الكونتراكت ادرس فيه، مع ان كنت ممكن فوق اصلا يعني، كنت ممكن فوق اعمل الحركه دي كلها في واحد، بس بما ان هي عليه باي فقشطه يعني. ماشي يعني عشان تبقى بس ايه نوعا ما مرتبه شويه. فاحنا كده عملنا كونكت مع ايه، عملنا كده كونكت مع جبنا الاي بي اي وعرضناها ومعانا الادرس في نفس الحاجه. دلوقتي بقى كل اللي احنا هنحتاجه يا سيدي ان احنا نعمل ايه بقى، ان احنا نروح نعمل الداله اللي هي بتجيب الحاجه الديبلويد، بتجيب الكلمه اللي احنا حافظينها في البلوك تشين عموما، وناخدها نعرف، وده نخليها المره الجايه ونعملها ونرجع بقى على اللي احنا عملناه كل واحده واحده كده، وان شاء الله كل شيء دلوقتي واضح وبسيط ومظبوط. انتظرونا المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.